لا عامل شخصيه شرير الحقيقه. بقى تجربه هايله لان كل عناصر الفيلم الحقيقه عظيمه جدا. ورق جديد على السينما المصريه، موضوع حلو قوي. اخراج الاستاذ رؤوف، مخرج حساس، فنان بيمتلك ادواته بشكل كبير جدا جدا. انتاج يهمه صوره اكتر ما يهمه هيبيع بكام. انتاج يعني رماس شركه من الشركات الكبيره اللي بتعمل صوره من هايله، من احسن من احلى الافلام اللي بتحصل يعني. كاست التمثيل كله عظيم الحقيقه. يعني عايز اقول لك ان كل العناصر بتاعت الموضوع عظيمه، حتى الفنان مينا مسعود برضو وجوده في الفيلم هيفتح سكة للسينما المصرية انها تتخطى حدود المحلية. يعني انها ان الاوان السينما المصرية بتاريخها اكثر من 100 سنة سينما، انها تبقى متواجدة عالميا يعني. طب نبذة بسيطة بدون حرق على الشخصية بتاعتك، نبذة بسيطة لا عامل شخصية شرير. بس شرير هيعجبك يعني. شر مطلق بقى ولا في برضه حتى لا هو مفيش شر مطلق. ممكن نقول مفيش حد، كلنا جوانا الخير والشر يعني. مفيش حد شرير بس او طيب بس يعني على فكره. ايه اللي جذبك في الشخصيه؟ اللي جذبني في الشخصيه كل اللي انا قلته لحضرتك. الورق حلو قوي، الاستاذ رؤوف كمخرج، الانتاج، الشخصيه جديده عليا انا، التمثيل. انا شغلي مع الاستاذ خالد، فانا يعني بحبه قوي كممثل لانه ممثل من العيار الثقيل، فهتشوفه يعني مباراه تمثيل حلوه.